لأن بعد ولا نسمح نشكر كل من قدم من قليل أو الضبابيات تجي من اللوكس اللي تيعرف التقنين والتنظيم ديال هاد المهنة. هادشي شكون أصدقاء وبالفعل كما نرى الحقيقة في الحضور. أيكم ونشدوا على أيديكم بحرارة. كنشكروا الحضور الكريم. اليوم الدورة الأولى للمجلس الوطني اللي تنعقد في جهة مراكش أسفي. الحضور كان مكتف، كان النقاش ديال القانون الأساسي والقانون الداخلي، وتم عرض التقرير الأدبي والمالي على الحضور وتمت المصادقة عليه. كان حضور مكتف وكانوا يعني صناع كثار اللي انخرطوا في هذا اليوم هذا وفي هذه العرس هذا الصناع اللي كنتمناو انه ان شاء الله يتعاود. موعدنا في الدورة الثانية للمجلس الوطني، لأن الظروف ما كانتش مواسية وكانت يعني مجموعة من العراقيل اللي خلقوها لنا الخصوم وتجاوزنا لله الحمد. نتمنى أن الدورة الثانية للمجلس الوطني اللي غادي تنعقد إن شاء الله في جهة بني ملال خريبكا تكون ناجحة ويكون الحضور أكثر ومسيرة موفقة للفيدرالية الوطنيه لصانع ومركب الأسنان التي تسعى دائما لتنظيم القطاع وتنظيمه وتقنينه وتنظيفه من المتطفلين ومن الأشياء التي تسيء إلى هذا القطاع. هذه الدورة هذه انعقدت لأول مرة المجلس الوطني، لأنه كان واحد المجلس الوطني مصغر بحكم كانت الجائحة وما كانش عندنا الوقت باش نديروا نعاقدوا الدورة الأولى، لأن دازت 3 سنين دابا على تأسيس هذا الفيدرالية، ودابا راه جينا هنا باش نعقدوا هذه الجلسة الأولى الحمد لله. وغادي يتوسع المجلس الوطني إن شاء الله، ما غاديش يبقى غير من بعد 4 الأشخاص، وإن شاء الله نتمناو خير إن شاء الله. والهدف من هذا اللقاء هذا هو دراسة التقرير المالي والتقرير الأدبي والانخراط مع الفيدرالية، وإن شاء الله هذه الفيدرالية جات باش إن شاء الله الدعم بالمجلس الوطني ديالها لمحاربة العشوائية، لأن كثرة العشوائية في المهنة ديالنا، وهذا الشيء هذا هو الهدف ديال الفيدرالية.